وللمزيد من التفاصيل نتعرف عن كل ما دار خلف الكواليس. ينضم معي من هناك من العاصمة الأردنية عمان الكابتن عبد الرقيب العديني مدير المنتخب الوطني للناشئين. كابتن عبد الرقيب سعد الله مساك بالخير، أهلا ومرحبا بك في زوايا الملعب. حياكم الله كابتن عبد الرقيب. أنا والشارع اليمني حقيقة منذ ليلة البارحة لم تصلنا التفاصيل ما الذي حدث. كنا ليلة الجمعة نقول أنه خلاص منتخبنا تأهل كأفضل رابع، وفجأة جاءت قرارات لخبطت الكثير من التفاصيل. ضعنا في الحقيقة، ما الذي دار خلف الكواليس؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكركم على متابعتكم واهتمامكم لمسيرة منتخب الناشئين. أهلا وسهلا. طبعا منتخب الناشئين لعب المباراة الأولى أمام المنتخب العماني وقدم مستوى مشرف وكبير، واستطاع الفوز بنتيجة محترمة، نتيجة 3-1. وثم طبعا بحسب اللائحة قام الاتحاد غرب آسيا بإخبارنا قبل المباراة، بالرغم من قبل مباراة السعودية بثمان ساعات، بالرغم من نحن لعبنا مباراة عمان قبل 4 أيام من مباراة السعودية. نعم. لكن تفاجأنا قبل المباراة بأنه توقيف 2 من أبرز لاعبينا وهم المدافعين عمر وعلي، وهم يعتبرون من أفضل المدافعين بسبب تجاوزهم للسن، بالرغم أننا في نظام اتحاد كرة القدم قام بعمل فحوصات الرنين لجميع اللاعبين المشاركين في البطولة قبل السفر وقبل السفر إلى المشاركة في البطولة. تقصد أنه تم الفحص في عدن، حرموا من المشاركة أمام المباراة أمام السعودية، مدى إلى ضرر نفسي ومعنوي وفني، مدى إلى طبعا نتيجة غير متوقعة، ويعني خاصة قبل المباراة بثمان ساعات خبرنا بالقرار، وانتهت المباراة بفوز منتخب السعودية. نعم. بنتيجة يعني غير متوقعة. كابتن أنا الذي أريد أعرفه، هل الفحوصات الذي أجريت في عدن والذي أجريت في العراق وفي البحرين وفي كل الدول المشاركة في البطولة كانت تحت إشراف اتحاد غرب آسيا أم لا؟ طبعا بالنسبة للفحوصات، هي فحوصات كانت تحت إشراف لجنة مكونة من الاتحاد ومن الأمين العام بقدر الأستاذ مصطفى ودكتور الأستاذ عبد اللهاب، وهو يعني من ليس من غرب آسيا وإنما هو من الدكاترة المعتمدين للأسوية. نعم. لكن وكانت الفحوصات حقنا ممتازة وجيدة، والدليل بأنه عندما بعد مباراة السعودية قام الاتحاد غرب آسيا بعمل فحوصات الرنين في مستشفيات الأردن، وكانت النتائج ممتازة وخاصة للاعبينا، لكن بعد فوات الأوان. نعم. يعني بعد طيب أوكي، وضحت الفكرة من المباراة أمام السعودية. نعم كابتن عبد الرقيب، خلينا نأخذ كذا واحدة واحدة عشان نوضح الصورة بشكل عام للرأي العام بالتفصيل. يعني هل يعني تم إجراء فحوصات للاعب دليو وزميله أيضا اللي هو قلب دفاع منتخبنا قبل مباراة السعودية، ولا بس أبلغوكم أنهم موقفين دون إجراء فحوصات لهم؟ ومن الذي يعني هل في منتخب بلغ بأنه قدم الشكوى ضد المنتخب اليمني بأنه في لاعبين كبار؟ ما القصة في هذه الأمور؟ طبعا قبل مباراة السعودية بيومين تم عمل كشافة عادية هذه العادية للاعبينا، وطبعا هذه الكشافة لا تظهر المستوى الحقيقي للعظمة. صحيح. لكن كشافة عادية، وهم اتخذوا القرار موجب هذا. لكن الأمانة العامة الدكتور حميد شيبان الذي عمل وتابع وموضوع بأنه يجب أن يعمل لهم رنين لنتأكد، لأن لاعبينا كانت فحوصهم ممتازة وجيدة، وعندما تم إعادة الفحوصات في منظومنا
يعني ثبت حقيات لاعبينا واهليتهم بالمشاركه وان قراءتهم صحيحه وسليمه، ولكن كانت بعد فوات الاوان بعدما نعم يعني تمت المشاركه. صحيح كابتن عبد الرقيب، معلش اللاعبين الذي خضعوا للفحوصات هؤلاء الاثنين فقط ولا كافه لاعبي منتخبنا؟ لا تم اختيار من كل منتخب بحدود 2 لاعبين. يعني تم اختيار من كل منتخبات وليس منتخبنا فقط؟ لا كثير من المنتخبات نعم، والدليل انه طبعا حتى فحوصات المنتخب العراقي والمنتخب البحريني الذي ثبت تقاعد من السن تم حرمانهم من البطوله من النتائج الخاصه بالبطوله، وتم احتساب نقاط المباريات للفرق للمنتخبات الاخرى الذي شاركوا. صحيح كلامك، النتائج للفرق الاخرى مدى لتأهل المنتخب السوري والمنتخب الفلسطيني، ويعني طبعا كان المنتخب الأمني هو الأولى والأقدر والأفضل، لكن يعني صراحة يعني. طيب كابتن عبد الرقيب، خليني أصارحك بسؤال الشارع، هناك من يقول بأنه أنت بصفتك مدير المنتخب من تتحمل المسؤولية، لماذا قبلت بعدم مشاركة هؤلاء اللاعبين ولماذا نزلت باللاعبين لمواجهة المنتخب السعودي؟ وكان يفترض أنكم تعترضوا دام وأنت متأكد بأن لاعبيك لم يتجاوزوا السن القانونية ولديكم ما يثبت ذلك بحسب القوانين واللوائح المنظمة للاتحاد الدولي وكذلك لآسيا، لاتحاد آسيا. طبعا هنا نخضع بالأخير إلى قرار قيادة الاتحاد العام برئاسة الشيخ عمر صالح العيسي و الأمانة العامة بالمشاركة وعدم المشاركة. نحن منفذين للقرارات التي يتخذها الاتحاد والأمانة العامة. طبعا بالنسبة للعداء، عندما سلمنا الكشف وكان اسم اللاعبين موجودين في الكشف، إلا أنهم رفضوا استلام الكشف لأن وجود اللاعبين غير يعني وهم غير مؤهلين. طبعا وبالأخير يعني تمت المشاركة يعني لإنجاح البطولة، لكن للأسف كانت المؤامرة أكبر مما كنا نتوقع. طيب الآن بعد أن اتضحت الصورة، كيف هو موقف اللجنة المنظمة؟ أنت الآن كمدير منتخب أكيد التقيت برئيس اللجنة المنظمة بالأعضاء بمن أصدروا القرارات ليلة أمس في الليل، ما هو موقفهم وهم السبب الرئيسي باتخاذ قرارات خاطئة وباعترافهم هم رسميا بأنهم اتخذوا قرارات خاطئة بحق اللاعبين اليمنيين؟ اليوم أصبحت اليمن خارج البطولة. طبعا بعد انتهاء البطولة قدم الاتحاد غرب آسيا اعتذار رسمي أو رسالة رسمية بحقية اللاعبين وأنهم كانوا على خطأ بعدم شراكتهم في المباراة السابقة، وطبعا قيادة الاتحاد تتابع هذا الموضوع وستصدر يعني وهم أصحاب القرار الذي سيتخذون القرار الذي يعني يكون في مصلحة الكرة اليمنية ومنتخباتنا الوطنية. كيف هو التعامل معكم الآن داخل الأردن؟ لأنه تابعنا تصريحات من قبل الاتحاد العراقي بأنه طالبوا بمغادرة لاعبي المنتخب العراقي من الفنادق، هل يعاملكم بالمثل أم المعاملة مختلفة؟ طبعا بحسب اللائحة المنظمة للبطولة بأنه بعد انتهاء بعد خروج أي منتخب من البطولة يسمح له بالبقاء لمدة يوم كامل ومن ثم يغادر المقر سكن، لكن نحن موجودين في الفندق وتم يعني تفاهم بموضوع سكن، وإن شاء الله نحن غدا إن شاء الله سنرجع إلى أرض الوطن بسلامة الله والأمور يعني ماشية بطريقة ممتازة، ما في أي إجراءات بالنسبة لمنتخبنا.